بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون وبالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون وبالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون وبالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون. إذا اليوم الذكرى ديال حركة 20 فبراير اللي هو 20 فبراير 2011، يعني الذكرى السنة فاش كان الحراك، فاش انطلق الحراك. كل سنه كنلتقيو في هذا المكان، كيف كيلتقيو يعني المناضل والمناضلات مختلف مدن المغرب اللي تخليت هذا اليوم. هذه الذكرى كتجي هي في نفس الوقت هو اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه، وكنتذكروا بان حركه 20 فبراير من ضمن المطالب ديالها هي العداله الاجتماعيه، اضافه الى المطالب السياسيه ديال الديمقراطيه ودوله الحق والقانون ومناهضه الاستبداد والفساد. نحن اليوم اذا نعبر في هذه الذكرى باننا اوفياء لارواح شهداء حركة 20 فبراير، وأننا كذلك مطالبون ومطالبات بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب الذين هم في السجون، لأن مطالبهم هي نفس مطالب حركة 20 فبراير، هي بلد ديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة. هذا اليوم هو أيضا مناسبة لتأكيد أننا مواصلون النضال، وأننا يعني كل مطالب الحركة احنا مازالين رافعينها ومازالين ننظر من أجلها في مختلف المجالات في مختلف المناسبات، وأن النضال ضد الاستبداد اليوم في المغرب الذي أصبح يعني في مستويات متغولة غير مسبوقة، ديال القمع، ديال الحصار، ديال النهب، ديال يعني نهب ثروات البلاد، يعني كل يعني اشكال الاستبداد والفساد اليوم كنشوفوها، يعني مظاهر الفساد اصبحت بشكل غير مسبوق. هذه الاوضاع الماساويه التي يعيشها الشعب المغربي لن يسكت عن هذا الوضع، وهو مستمر في النضال رغم التضحيه، رغم يعني القمع، رغم الحصار، ومستمر في النضال من اجل مغرب الحقوق، مغرب الحريات، مغرب الديمقراطيه التي نضلت من اجلها حركه 20 فبراير.